الجيش يركب الدحانة لقينا الطريق مسدود مقطوع في بلطجيه واقفين ورا الامن المركزي قعدنا نضرب عليهم طول عشان نفتح سكه عشان نرجع راجعين على التحرير مش جايين نجر شكل اول صوره لاول طوبه جت منين من فوق سطح عماره كانت ملاصقه للسلك الشائك وخرج منها من نفس المكان تقريبا اول واحد ماسك سنجاب انا كنت ورا فرقة أمن مركزي كان في وسطهم ثلاثة لابسين ملكي وبيحدفوا قنابل ملوتوف على الناس في وسط قوة الأمن المركزي. اختطفت من تحت كوبري المشاة قدام محطة مترو الدمرداش ولأن أنا جاسوس لأن أنا عضو في جماعة 6 أبريل اللي هي خربت البلد. أنا طبعا مش جاسوس زي ما هنعرف كمان شوية وأنا كمان مش عضو في جماعة 6 أبريل مواطنين بنتيجة التحريض المباشر أثناء الأحداث أثناء الأحداث قرر بعد ما الناس دول خطفوني أن هو يتطوع وأن هو يوصلني للشرطة العسكرية. بلاش يقول خطفت ليه مسكت الأخ عمرو غربية وبعدين سلمته للشرطة العسكرية. حضرتك عارف أن الشعب المصري حرام ده مصري زيك بقول له لا ده مش مصري زيي وبس ده أخويا كمان بس أخويا بيشيل سلاح ومتفجرات عشان خاطر يضرب أهل مش متفجرات اللي هي المولوتوف والقنابل المسيلة للدموع. كان شايل معاه مولوتوف؟ أي لا هو عمرو لا عمرو ما كانش شايل لازم أنا أقول حق الله. بعد لما نزلنا من العربية دي لقينا مواطن تاني برضو متبرع بما إن أنا الجاسوس اللي في الشارع فراح مطلع كلبشات ومكلبشني. المواطن معاه كلبشات في الشارع؟ مواطن معاه كلبشات في الشارع مواطن عادي جدا. وفي التحقيقات العسكرية قالوا للمواطنين الشرفاء المسكني خدوا احنا مش عاوزين. المخابرات قالت انت مش الجاسوس. صدق اللواء الرويني احنا بلطجية احنا ولاد 60 في 70 وكان معانا مولوتوف وكنا رايحين. لا بس ده افتراض مش مظبوط. كنا رايحين نحرق وزارة الدفاع. ده يفرق في ايه؟ يفرق في ايه؟ ما هو اهو اهل الشهداء بيقولوا ان هم مهددين ومقدمين بلاغات من شهر ابريل وجايين دلوقتي بيقولوا انه سيتم التعامل مع الضباط. مين اللي بيحمي اللي قتله دلوقتي وليه؟ وده ما وجعتش من الكلام. احنا عايزين حد يمد ايده في ايدينا. احنا عاملين زي العمي في الشوارع مش لاقيين حد ياخد بايدينا ويعدينا من رصيف لرصيف. يمكن ده من اسود ايام حياتي. في خطا انا اعرف جهه واحده بس هي اللي هاجمت وزاره الدفاع في تاريخنا الحديث اسرائيل. ليه الجيش خط احمر؟ الجيش ما هوش ملك نزل من السماء. كل شيء حتى يا أستاذ حسن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش خط أحمر. من عادة القوات المسلحة بتحاول إنها تعلم الناس كي جي وان من الديمقراطية. هذا الوكيل الذي أخذ عقد الوكالة ببيان أصدره عقب انتصار الأول للثورة المصرية الآن يخل إخلالا جسيما بعقد الوكالة ويفقد بذلك أساس شرعية وجوده. لكن نحن في متاهة أخرى الآن بسبب تخلف المجلس العسكري عن الوفاء بشرط وجوده في السلطة السياسية. مصر محترق الأوقات الصعبة. أيوه. الساكت عن الحق مش بس شيطان أخرس. أيوه. إنما هو عون لكل الشياطين.